يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى اجتماع القمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان والتي تعقد في العاصمة الرياض وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله رفقت صاحب الجلالة سلامة في الحل والترحال